مالك يا ابني، ايه اللي معيدك كده؟ بس ايه اللي معيدك على الارض؟ هقول لك انا مالي. الدنيا ماشيه بظهرها وحطت عليا احساس بالعجز، ضعف، اليأس، نفسيا نفسية ومحتاجه تسليه، حد يملاها. بس لا، مش هروح ارمي نفسي تحت رحم الكلمه من حد يهون عليا بيها. مش هعرض احساسي للبيع، مش هفتح بلوكات، اهرب بنفسي وامشي بعيد عن العالم المزعج اللي مليان احزان واوجاع. محدش بيحس بحد، محدش بيهون على حد. كانت ناقصة كمان حظر سبب فيروس الكورونا ده. أنا تعبت. إيه يا عم كل ده؟ مش مستاهلة والله، أقسم بالله. تعالى بس نفهم فيه، متضايقش نفسك. تعال شغل يا ابن الألوان، إيه ده اللي أنت عامله ده؟ داخل على اكتئاب، مش دريان الغلبان، وبدأ يحصل له تغير في مستوى الهرمونات جوه جسمه، ويبدأ يحصل تغير في وظائف الدم جوه الغدد الصماء، يعني اللي بتفرز افرازاتها في الدم مباشرة من غير اي وصلة. ده غير كمان ان هم هيجوا بظهرهم ويأثروا على كل انشطة الجسم فعلا، وكل ده بسبب عامل جيني او شخصية ما بتفهمش رمت كلمة وعرفته يعني ايه سم البدن. ايوه سم بدن، انا لسه قايل ايه اللي هيحصل في جسمه من جوه. ده غير كمان لو حصل له ظروف بيئيه وعوامل اسريه كمان، وتبقى باظت خالص، باظت باظت، وده بيعود عليه باثار نفسيه وصحيه بتخرب الدنيا حرفيا في جسمه. خلينا متفقين ان الهرمونات والنواقل العصبيه ليها دور اساسي ومهم في اجسامنا، واكيد سمعنا عن الهرمونات والنواقل العصبيه اللي بتلعب دور مهم جدا في سعاده الانسان، واللي منها هرمون اسمه السيروتونين. السيروتونين ده ماده كيميائيه بينتجها الجسم، غير انه ناقل عصبي بيحصل له تبادل ما بين النهايات العصبيه في الدماغ. خلينا نحضر مع بعض مكونات الشوال اللي هنجيب فيها الاكتئاب. اول حاجه، نظامك الغذائي لازم يكون فيه حمض اميني مهم جدا واسمه التريبتوفان. دي حاجة. الحمض الأميني اللي هو اللي اسمه التريبتوفان ده موجود في المكسرات واللحوم الحمراء، وموجود في الجبن. والحمض الأميني اللي اسمه التريبتوفان ده لو نقص هيدخلك في اضطرابات مزاجية، غير انه ممكن كمان تدخل على اكتئاب. علشان تبقى على علم يا صاحب، السيروتونين مش بس بيأثر على عواطفك، ده كمان بيأثر على مهاراتك الحركية، وبيأثر على شفاء الجروح والاكتئاب وتحفيز الغثيان وصحة عظمك ذات نفسه، العظام وغيره كتير. يا اخي ده انا وانا بشرح الاكتئاب مش عارف هضحك، يعني ده بيأثر عليا انا كمان، انت متخيل؟ نقص تكتئب، زاد تحس بالحماس والإثارة. خير الامور الوسط عموما، يعني هو احسن حالاته ان هو يبقى في مستوى طبيعي في جسمك. فلان السيروتونين بيساعد انك تكون في حالة نفسية سعيدة وإيجابية ومتفائلة، فلما تكون مستوياته طبيعية في جسمك هتكون أكثر سعادة وتركيز واستقرار عاطفي، وقلقك يقل. معدل الطبيعي في الدم بيبقى من 101 ل 283 نانو جرام لكل مليلتر من الدم، فلو زاد بطريقة غير عادية وإحنا بنعمل تحليل للدم، غالباً لو لقينا ان هو زايد بطريقة غير عادية بيبقى مؤشر لحدوث سرطان والعياذ بالله. ادوية زي مثبطات امتصاص السيروتونين اللي بنستخدمها كمضادات اكتئاب، اللي بتخلي امتصاص السيروتونين في الجسم يقل ويقدر يقعد فترة اطول في الدماغ، فالدماغ يتأثر بيه وتدخل في حالة مزاجية افضل. تزهقت ولا ايه يا اخي؟ استنى بس، انت رايح كده وجاي، اوعى تقفل الفيديو، اوعى تكتئب. استنى استنى، لسه اعرفك ازاي تتخلص منه. تمشي كده يعني، خدت الوحش استنى لسه هنحكي حبة حلوين عن السيروتونين. الاكتئاب اصلا ممكن يكون مرتبط بآليات الدماغ ذات نفسها اللي بتتحكم مثلا في دورات النوم واليقظة، والاكتئاب ممكن يكون مرتبط بشذوذ، تغيرات يعني في الساعة البيولوجية بتاع جسمك اللي بتخليك يعني تصحى بدري، تصحى متأخر، تنام بدري، تنام متأخر. هو ممكن يكون مرتبط بشذوذ في الساعة البيولوجية دي. شوف يا ابو الصحابة، انا عارف ان انت تقريبا ما وصلتش للفهم من الكلام اللي انا بقوله ده، فانا كالعادة هبسطها لك. نوم حركة العين السريع اللي بيطلق عليه REM، ودي المرحلة اللي بيحصل فيها الحلم واللي بتبقى سريعة ومكثفة في مرضى الاكتئاب،
يعني حركة العين وهم نايمين بتبقى سريعة عن الطبيعي. وده ليه؟ علشان نوم حركة العين السريعة بيعتمد على انخفاض مستوى السيروتونين في جذع الدماغ، واللي بيضعف حركة زي كده لما بنيجي نستخدم حاجة زي مضادات الاكتئاب اللي بتزود مستوى السيروتونين في جذع الدماغ، فبالتالي حركة العين السريعة دي هتقل، نشاطها هيقل. شوف بقى عموما وانت نايم السيروتونين بيقل، وانت صاحي السيروتونين بيزيد، فتلاقي لما تصحى كتير نتيجة اضطراب النوم فبينشط عندك الخلايا العصبية السيروتونينية، مهم يعني السيروتونينية، تمام؟ وليكن انا اقصد ان اضطراب النوم ده بيدي نفس التأثير بتاع عمليات التأثير العلاجي بتاع مضادات الاكتئاب، لان هو برضو هيزود مستوى السيروتونين، علشان انت بتصحى فبتزود المستوى بتاع السيروتونين، تصحى فتزود مستوى السيروتونين، فده هيدي نفس التأثير العلاجي بتاع مضادات الاكتئاب اللي بتمنع امتصاص السيروتونين للجسم. قرب بس هقولك على سر علاجي بيستخدموه في المستشفيات. تعالى، بيستهدفوا نظام السيروتونين عن طريق الحرمان من النوم او العلاج بالضوء، وده نفس تأثير مضادات الاكتئاب، وده بيتم علشان يقطعوا الاكتئاب العميق في المرضى اللي في المستشفى. عارف انا مش هيجي لي اكتئاب عشان بتعرض للضوء وانا بعمل فيديوهات، مش تعرف ان انا دماغي شغالة مش بتنام. احدث الدراسات وضحت ان الاكتئاب بيصيب واحد ما بين كل 4 اشخاص، وده حصل قريب في الولايات المتحدة الامريكية اكيد يعني. علشان تبقى عارف بس ان الاكتئاب مش بيصيب بس الناس الفقيرة، لا ده كمان بيصيب الناس الغنية والناس اللي عندهم مراكز عالية، مع ان عندهم تقريبا كل حاجة متوفرة تحت ايديهم. عايزك تتخيل النوع من الاكتئاب اللي جاي ده. 1، لما بينزل يمشي في ضوء الشمس في الصيف والدنيا ربيع والجو بديع كده، مزاجه بيبقى تمام وعالي العقل. نفس الراجل ماشي في غيوم الشتاء في ايام الشتاء، ايه اللي حصل له؟ مزاجه اتقلب 360 درجة. والحالة دي اسمها اضطراب عاطفي موسمي، يعني مرتبط بالموسم اللي هو فيه. شخص تافه مش كده؟ انا برضو مش متعاطف خالص معاه، يعني ايه يعني واحد عشان الجو اتغير جاله اكتئاب؟ انا اصلا يعني عشان اقول الحتة دي مشغل تامر عاشور عشان اخش في المود بتاع الاكتئاب بتاعه، بس مش هلوم على حد. تعالوا نعرف علميا هو ليه حصل له كده. فهنلاقي ان الراجل ده وهو ماشي في الشمس ومتعرض للضوء هيبدأ افراز هرمون هو السبب. الهرمون ده اسمه ايه؟ اسمه الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن اعطاء الجلد الصبغة بتاعته، وهو نفس الهرمون اللي لما بيزيد مزاجه بيتحسن ولما بيقل مزاجه بيبقى وحش. فأوريدي يعني النوع ده سبب بيئي، مش بيئي اي حد، هو البيئة بس، المناخ هو السبب في الحوار ده. عالم طب نفسي قال ان الاكتئاب عبارة عن حالة ذاتية تخصك يعني، ووجدانية بتصيب الفرد وتخلي الدنيا ضلمة في وشه، وبيحصل له تشاؤم، وبيفقد الاهتمام تماما، وزيادة الرغبة في ايذاء نفسه لدرجة ممكن توصل للانتحار. غير انه بيفقد شهيته بيبدأ يشعر بالذنب، والمريض ما بيبقاش فاهم ولا عارف السبب اللي هو فيه ده بسبب ايه بالظبط. فبنضطر اسفين ننصحه انه ياخد مضادات اكتئاب، واللي بتعمل حالة ادكشن عليها، يعني بتعمل له ادمان لمضادات الاكتئاب. عشان كده ما بيبقاش خط العلاج الاول ان انا اديله مضادات اكتئاب على طول، مش وش كده. لو هقدر اعالجه بطريقة تانية افضل من ان هو ياخد ادوية، اكيد هتبقى ده الحل الاحسن ليه. وايه خزان الاحزان ده؟ مش عارف اضحك وانا بتكلم يا اخي، سامحني الفيديو ده انا اسف. او بص يعني بحاول افكر اعمل سيليكون قبل ما اعمل فيديو زي ده. الناس اللي عندهم وسواس قهري بيبقى اكتر عرضة ان هم يجيلهم اكتئاب. ونزود بقى المبلطين بالمحيط العائلي اللي يزود له فرصة الاصابة بالاكتئاب. امراض مزمنة يعني على طول بيتاخد لها ادوية، زي المرضى القلب والسكر والضغط، بلس شوية احزان واوجاع حواليك، بلس حاجة زي فيروس كورونا والحظر وكل ده قادر يدخلك في حالة من الاكتئاب.
يعني انت ممكن تكون سليم وزي الفل، بس اللي حواليك والظروف اللي حواليك جابت لك اكتئاب. بس حبيبي صباح الفل، انت مع يوسف الزغبي. يعني شوف انت دلوقتي اصلا تلاقي السيروتونين ضارب في الجو عندك، يعني انت قاعد بتتفرج عليا انت بتتكلم في ايه؟ انا هقول لك دلوقتي على 8 حاجات ان شاء الله هتخرجك من حالة الاكتئاب. يلا بينا. نصيحتي الاولى وهي انك تغير الروتين اليومي. الروتين اليومي بيخلي ايامك تقريبا شبه بعض. فده هتحله ازاي؟ انت دلوقتي في حظر مش عارف تنزل من البيت، فهتضطر اسفا ان كل حاجة هتتم عن طريق النت. شوف هوايات جديدة تعملها، شوف حاجات جديدة تتعلمها، العب رياضات، اتعلم من ناس جامدة جدا. اكيد النت مليان حاجات، واحد زي كده انت تخش تتفرج عليا ده كافي اصلا ان انت تغير المود في منت. يعني سيبك مني انا، في ممكن تتعلم، كان نفسك تتعلم الرسم، كان نفسك تتعلم هوايات موسيقية، هوايات تدريبية، تاخد درس اونلاين، اي حاجة هتلاقيها على اليوتيوب عموما اصلا، يعني حتى لو مش لازم سايت معين. كده انت تقريبا هتقدر تغير الروتين اليومي بكل سهولة، ان انت تضيف في اوقات يومك حاجات مختلفة تخليك تشوف مناظر مختلفة، فان شاء الله تخرج من مود الاكتئاب بتاع الروتين اليوم. تاني نصيحة وهي المشاركة الاجتماعية. المشاركة الاجتماعية بتشيل الاثار السلبية والشعور بالسلبية بتاع الوحدة، فده مش هيتم غير عن طريق اهلك. مش هتقدر تنزل تتجمع مع ناس تانية غير اهلك اللي في البيت للأسف. هنعمل ايه؟ يا اما بقى تضطر ان انت واصحابك تجمعوا بعض كده على برنامج زي زوم وتقعدوا اونلاين وتقعدوا تتكلموا مع بعض كلكم. دي حاجة مش هتنفع برضو لان انت في مصر والنت زبالة. فانت الحل الوحيد ان انت تشارك اهلك اللي في البيت. تالت نصيحة. النصيحة التالتة هيبقى نصيبها كبير جدا ان انت تقدر تحققها. ليه؟ لان انت دلوقتي قاعد فاضي. فالحاجة في النصيحة التالتة بتقول تحديد الاهداف. اهدافك ايه في الفترة اللي انت فيها دي؟ فتمسك ورقة وقلم كده تقول انا نفسي احقق والله كذا وكذا وكذا وكذا. خليها اهداف بسيطة بحيث تبقى سهلة ان انت تحققها في اقرب وقت ممكن. رابع نصيحة ممارسة الرياضة. طبعا كلنا عارفين ان احنا لما كنا ممكن نروح نلعب ساعة في ملعب كورة او بتتمرن والجيم قفل، كل دول قفلوا، بس برضه لسه نقدر نمارس رياضة لان كل كباتن العالم اثبتوا ان هم يقدروا يلعبوا رياضة ويعملوا اجسام كويسة في الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت كمان، ويفضلوا في الفورمة بتاعتهم. انت لو دخلت على النت تكتب اي اسم من الاسامي المشهورة في عالم الرياضة هتلاقي ان هو مازال بيتمرن في البيت، مازال بيعمل فورمة. ليه بقى بيمارس رياضة؟ الرياضة بتفرز هرمون اسمه الاندروفين زي الميلاتونين والسيروتونين، بيدي نفس الفعالية بتاعتهم. لما بيزيد بممارسة الرياضة هتقدر تخرج من حالة الاكتئاب. النصيحة رقم 5 وهي تناول الغذاء الصحي. ايه الاكل الصحي اللي معانا؟ حاجة زي الاكل اللي بيحتوي على نسبة عالية من الاوميجا 3 او حمض الفوليك. وده هنلاقيهم فين؟ الاوميجا 3 هنلاقيها في السمك، سمك السلمون، تونة والحاجات دي، الافوكاتو والسبانخ ممكن نلاقي فيهم حمض الفوليك. والاثنين بيقدروا ان هما برضو يحسنوا حالتك المزاجية. انا دلوقتي في رقم 5 ناقص لنا 3 كمان، خليك معايا للاخر. انت كل ده هتعمله مع بعض ومش هتعمل حاجة واحدة. النوم الطبيعي للجسم ودي رقم 6، يعني لازم جسمك ياخد عدد ساعاته الكافية من 6 لـ 8 ساعات، وده بيأثر جدا على نشاطك وحيويتك على مدار اليوم. لو خدت اقل منهم او خدت ازيد منهم تحافظ على انك تنام وتصحى بدري. ولو ان ممكن ده ما يحصلش بما اننا قاعدين فاضيين في البيت اكيد هنقعد نسهر قدام المسلسل عارف، بس ما تزودش عن 8 ساعات في النوم. في ناس اعرفهم دايما عندهم افكار سلبية. هو اصلا اوحش من الحظر والكورونا بافكاره السلبية صراحة. يعني النصيحة 7 يقلل من افكاره السلبية دي، ولازم دايما يبقى عند حسن ظن بربنا وحسن ظن بالايام اللي جاية، ولازم يكون متفائل. لازم يقلل من الافكار السلبية دي، يعني ملهاش لازمة اصلا. ما تولع الدنيا ولا تبني ليه تفكر، يعني مش ناقصاك. في مقولة كانت بتقول عن الناس اصحاب الافكار السلبية دي،
قريتها في مكتبه كانت بتقول ابتسم علشان الدنيا مش ناقصاك. هي كده كان الحاجات اللي بتحط على دار التوك توك دي، هي مش مكتبه عالميه يعني اكيد يعني. تامن نصيحه وهي زياره الطبيب، ودي في الحاله بقى اللي انت غالبا اكيد مش هتبقى قاعد بتتفرج عليا، لان انت لما تخش للحاله دي مش هقدر اقول لك النصيحه التامنه ان انت تروح تزور الطبيب وتستشيره ويديك العلاج المناسب، لان انت لو وصلت لحاله ان انت محتاج طبيب فانت اصلا غالبا فعلا مش هتتفرج عليا، فانت غالبا هتشوف الشخص اللي حصل له كده فتنصحه ساعتها ان هو يروح يشوف دكتور، يعني يبقى تحت اشراف طبي ومتابعه طبيه. شوف يا اخويا كل ده نضع العلم جانبا والحاجات العلميه جانبا، كل ده هري، ما تعلقش نفسك بحاجه او شخص، الحاجه دي ممكن تروح او الشخص ممكن يروح، وغالبا هتبقى في حاله حزن ساعتها. خلي قلبك دايما متعلق بحد واحد بس، وهو ربنا عز وجل، واللي دايما هيفضل موجود واللي دايما هيفضل يكبر بخاطرك، والوحيد اللي مش هيغزلك ابدا صدقني. من وجهه نظر المتواضعه فانت طالما بتتنفس وعايش مهما كانت الظروف المحيطه بيك ومهما كانت الامراض ومهما كانت اي حاجه مالكش الحق انك تخش في الاكتئاب. دايما احمد ربنا ودايما سيبها على الله وكسر قلمك الاسود